السلام عليكم وصد الله وقاتكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر والقاص المغربي عماد فقير. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. والآن أدعوكم إلى وقفة مع الشعر. كأن الطرف أشلاء الفرات يؤمل من شبابك معجزاتي، ويسكبني على وجع الشوايا كناي من رؤى الخابور آتي. فيا فيحاء دليني لوزن يؤرق في عيون الشام ذاتي، ويزجرني إذا ما شبت شوقا على الأطلال في كف الرواة، على التاريخ في بغداد نبضي كحزن الغيم في جرح الرعاة. أنا المجنون، أنا المجنون قد كحلت حزني بذاك الجب، بذاك الجب في عين الفلاة. أنا المجنون قد كحلت حزني بذاك الجب في عين الفلاة، أراقص جبة الأحلام حينا وأشعل عبرتي فوق الرفات، لأني في يقين الأرض قدس أداعب صبرها من غير قاتي، لأني في يقين الأرض قدس أداعب صبرها من غير قاتي. أسائل سرها المسجون فينا، أضل الناس في عرف القضاة، أمات العدل في العربان يوما فذاق عراقنا ضيم الطغاة. أسائل سرها المسجون فينا، أضل الناس في عرف القضاة، أمات العدل في العربان، أمات العدل في العربان يوما فذاق عراقنا، فذاق عراقنا ضيم الطغاة. بعد هذه الوقفة مع الشعر أدعوكم لمتابعة فقرة هذا كتاب. أنا الكاتبة أديبة أمل مصطفى الخواجة. أنا ناشطة ثقافية واجتماعية وكاتبة للأدب النثري والخواطر والومضات، أكتب في الشعر الهايكو والمتلازمة والقصة القصيرة جدا. عضو ناشطة في العديد من المنتديات الأدبية والشعرية سواء إلكترونية أو على أرض الواقع في الأردن، ناشطة في جمعيات خيرية، محررة في مواقع إلكترونية، عضوة بصفة سفيرة في هيئة فلسطين للسلام العالمي الدولي، عضوة في الاتحاد العالمي للمحبة والسلام، حاصلة على المركز الثالث في مهرجان الإسكندرية 15 للثقافة والفنون لعام 2020. هذا الإصدار الأول لي يعد، وأنا أفخر به وأتمنى أن يكون في متناول الجميع ويحظى بإعجاب الجميع، ويترك كلماتي لكم.
هذا الكتاب صادر عن دار المشكات في الأردن، هو يحتوي على 150 صفحة تقريبا من القطع المتوسط، بما يعادل 70 قصيدة. في بدايته كانت لي مقدمة من شرفني بها دكتور محمد صالح الشنطي، هو دكتور وأديب وناقد في جامعة الملك سعود في السعودية، وفي جامعة المدينة المنورة، وأيضا في جامعة جدارة لفترة سنوات، جدارة في الأردن. شرفني بكتابة جميلة بعد أن ناقت له ما كلماتي. من ضمن ما كتبه كانت المقدمة بعنوان في انتظار الحلم المستحيل. ما بين الحقيقة والحلم والحضور والغياب والواقع والخيال، تعزف الكاتبة كلماتها الشجية شعرا متحررا من أغلال الأوزان والقوافي. في حقوله تغرس مفرداتها مشتقة من خفقات الروح ونبض الفؤاد، تسافر في عوالمها المترعة بالحنين إلى ماض أوغلى في ارتحالاته في فضاء الغيوب، يلقي بظلاله على مساحة الأكوان والأزمان، ويقتطف من بستان اللغة المزهرة عبقا ينتشر في الأرجاء، ويتضوع في بتلات ترعاها أطياف تغالب الزمن وتفتر الغيب، تمحو ظلمات الحزن بالكلمات، تشن حربها المستعرة في وجه الزمن، وتقارع بسيف الكلمات أشجانها. أكتفي بهذا الجزء من قراءته من مقدمته. وأيضا كاتبة هي مضمر أيضا شرفتني بكتابة مقطع، بكتابة مقدمة جميلة. هي كاتبة وإعلامية وشاعرة غنية عن التعريف عندنا في الأردن. فالكاتبة هي مضمرة معروفة لدى الجميع بكتاباتها الراقية، في ولها بعض المقالات التي تدرس في الجامعات، وهذا الشيء يشرفني ويسعدني. هي كما قلت بعضها في كتابة الوجع، بعضها عن الغربة، بعضها وطني، بعض ما كتبته في الغزل والحب. فأرجو أن يروق لكم، وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. أهلا بكم من جديد، ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والقاص المغربي عماد فقير، حاصل على شهادة الماجستير في الأدب من جامعة عبد الملك السعدي بتطوان. يعمل مدرسا للغة العربية في المدارس الإعدادية بمدينة طنجة المغربية. لديه ديوان مخطوط تحت عنوان رقصات على ترانيم الوجع، فاز بعدة جوائز في مسابقات للشعر والقصة. له مشاركات عديدة في الملتقيات الثقافية، ونشرت بعض قصائده في العديد من المجلات الأدبية العربية والدولية. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. مرحبا بك الشاعر والقاص المغربي أستاذ عماد فقير، ضيفا على فضاءات في قناة الرافدين. أشكرك شاعرنا وأستاذنا محمد نصيف على هذه الاستضافة الجميلة، وأشكر قناة الرافدين التي أتاحت لي الفرصة في برنامج فضاءات لأتحدث عن الشعر وأنشد الشعر. حياك الله، مرحبا بك. إذن لننشد الشعر كبداية للحوار، ما رأيك؟ ونسمع قصيدة. سنبدأ إن شاء الله، والبداية ستكون بقصيدة بغداد. أقول فيها: بغداد لم يبق هارون ولا خلف، ميسان تندبها ذي قار والنجف، كركوك قد منعت من وصل موصلها، فالأرض أدركها التخريق والتلف، والأم أوجلها صوت الرصاص، فمن يحمي العشيرة حين الشيخ يرتجف. جيكور حنت إلى أبناء تربتها، والأرض تملأها الأشواك والحشف، بغداد قد أشرقت من نور سومرها، فالقلب واسطها بالحب يلتحف. نهران قد نزلا كالدمع منسجما، تبدي شقاءهما الأخبار والصحف. نهران قد جمعا الإنسان في وطن
ما كان يجمعه ذا النفط والغدف. هذا العراق، هذا العراق أتاه المجد منبلجا، ونمقت أورها الأنوار والتحف، أغرت معالمها ضيفا أقام بها، والكل متهم بالعشق فاعترفوا. ما لي أراك مدى في عين أمتنا، لا الصلح يسعدها لا الحب لا الشغف. ما لي أراك مدى في عين أمتنا، لا الصلح يسعدها لا الحب لا الشغف. جميل جميل جميل، ودام دام الوفاء وجمال الحرف. بارك الله فيك. أنت الآن تعمل مدرسا للغة العربية في مدينة طنجة المغربية للمدارس الإعدادية، بدي أن يعني نطلع من خلال تجربتك في التدريس لهذه للغة العربية، كيف هو المستوى المعرفي للطلاب في اللغة العربية في ظل ازدحام الثقافات الدخيلة التي تسعى لمحاربة لغتنا وموروثنا الفكري والأدبي؟ نعم، بالنسبة لتدريس مادة اللغة العربية وانطلاقا من تجربة المتواضعة طيلة عقد من الزمن، يمكن القول إن تدريس اللغة العربية في صف الإعدادي عمل ماتع وشاق في الوقت نفسه. ماتع لأنني أعشق هذه اللغة، لغة القرآن الكريم، هذه اللغة المتميزة بإعجازها البياني واللغوي، وشاق لأن معضلتنا في تدريس اللغة العربية تتجلى في طرائق التدريس وزخب البرامج الدراسية التي تنهك المتعلمين. فالحقيقة هي أن المتعلم المغربي لا يتحدث باللغة العربية. حينما أقول لا يتحدث باللغة العربية بمعنى في واقعه المعيش، ومن هنا وجب علينا أن نجدد من طرائقنا ونتعامل معهم انطلاقا من تدريس اللغة لغير الناطقين بها، باعتماد مهارات الاستماع والتلفظ والقراءة والكتابة، من أجل دمج المواد المدروسة وتعليم القواعد اللغوية بالتركيز على بعدها الوظيفي وربطها بواقع المتعلم. والأمر والأدهى من هذا كله هو أننا نعاني شبح فرنفة المجتمع والثقافة المغربية الأمازيغية والعربية. طيب أنا الآن أنت قلت أنه يعني نتعامل مع يعني الطالب المغربي هو لا يتحدث باللغة العربية، وأنت أعرف أنك تقصد الـ يعني الحياة الاجتماعية، الحياة العامة، أن هناك تداخل بين العربية والفرنسية وبعض المفردات الأمازيغية وهذه اللهجة العامة، هي خليط. أنا الآن لما أنت حضرتك يعني تتعامل وتتفاعل مع الطلاب، ما مدى استيعاب الطالب لتعلم أو للنهل من اللغة العربية؟ الطالب بفضل بعض المجهودات التي يقوم بها من خلال قراءة أو المطالعة الحرة في المنزل لكي يكتسب أولا مفردات اللغة، بعد ذلك تأتي مهمة المدرس وهو تبسيط القواعد، وهذا لا يتأتى له إلا من خلال الاجتهاد والمثابرة، لأن لغته اليومية بعيدة عن اللغة العربية الفصيحة. هذا ما قصدته عنه. طيب كيف دور المؤسسات الرسمية؟ يعني معروف في العقود الماضية كان هناك يعني اهتمام كبير وتركيز كبير على تعليم اللغة العربية من المراحل الابتدائية ثم المراحل ما تسمى في بعض الدول العربية الإعدادية ثم الثانوية. بعض الدول العربية تطلق على المرحلة الأولى 6 سنوات الأولى ابتدائية، ثم 3 سنوات التي تعقب الابتدائية تسمى المتوسطة كما هو في العراق، ثم 3 سنوات الأخرى
تسمى الإعدادية باعتبار إعداد الطالب إلى المرحلة الجامعية. كانت المؤسسات التعليمية، المؤسسات الرسمية تهتم كثيرا بموضوع اللغة العربية، وهناك دول كانت صارمة في قوانينها اتجاه الاهتمام واهتمام بموضوع المخاطبات وموضوع الحديث باللغة العربية في المؤسسات الرسمية، في المؤسسات الثقافية. الآن المؤسسات الرسمية في المغرب كيف هو تعاملها اتجاه اللغة العربية؟ بالنسبة للمؤسسات الرسمية في المغرب لا زال هناك اهتمام باللغة العربية في المراحل الابتدائية، ولكن الطالب بمجرد ما أن يصل إلى المستوى الثانوي فهو مطالب بأن يدرس المواد العلمية باللغة الفرنسية. فهناك مذكرات تحث وتركز على دراسة المواد العلمية باللغة الفرنسية خلال السنوات الأخيرة. يعني الآن أفهم الكتب العلمية في مرحلة الثانوية كلها باللغة الفرنسية، ليس هناك أي مفردة عربية في الكتب؟ تم اتباع منهج أن التدريس المواد العلمية ستتم باللغة الأجنبية أو باللغة الفرنسية، هذا ما تم إدراجه في السنوات الأخيرة. طيب الآن بدي أن أتحدث عن المواهب الأدبية، يعني حتما هناك مواهب أدبية لدى الطلاب، أو هناك محاولات عند البعض ليكون شاعرا، ليكون كاتبا. يعني كيف لمست، كيف هي الميول عند الطلاب إلى امتلاك مقدرة الكتابة سواء في الشعر أو في السرد؟ نعم، على الرغم من الصعوبات التي أشرنا إليها التي يواجهها المتعلم في التعبيرين الشفهي والكتابي، إلا أنه والحمد لله هناك جيل قادم يستطيع حمل مشعل الإبداع السردي والشعري في المغرب، وهذا ما تبين لنا من خلال المسابقة التي نظمتها مؤسستنا التعليمية بمديرية طنجة في فئة القصة، حيث لاحظنا نصوصا جميلة جدا، نصوص سردية وظفوا فيها مجموعة من التقنيات. لذلك فأقول بأن هناك جيل يستطيع أن يحمل مشعل الإبداع إن شاء الله. هذه المسابقة أقامت بها وزارة التربية في المغرب؟ فقط مؤسسة تعليمية في إطار الأنشطة التربوية التي تنظمها المؤسسات. نعم، بدي أن أنتقل إلى موضوع آخر، وهو يعني بحث الماجستير. بحث الماجستير لديك كان بعنوان الصورة الشعرية في ديوان ابن البلد أو العاشق معشوقا لوفاء العمراني الشاعرة المغربية. يعني اختيارك لشاعرة مغربية مؤكد أنه أعطاك فرصة لرصد المشهد الكتابي للنسوي في المغرب. بدي أن يعني نطلع من خلالك كيف هو مستوى الكتابة النسوية في المغرب. نعم، في البداية أبدأ باختياري لموضوع البحث، فلقد كان اختياري للبحث في جنس الشعر نابعا من ميولاتي في القصيدة الشعرية. فبعدما درست في بحث الإجازة قصيدة البردة ارتأيت أن أكمل التجربة والبحث في المنجز الشعري، لكن هذه المرة اخترت النموذج الشعر النسائي الذي برزت فيه شواعر أمثال الأستاذة الشاعرة الكبيرة أمينة المريني ومليكة العاصمي ووفاء العمراني، التي اخترت ديوانها الأخير ابن البلد أو العاشق معشوقا موضوعا لبحثي. فرأيت أن الشعر النسائي يتميز بتنوع صوره الفنية، بالإضافة إلى أنها تكتسي صيغة التأنيث، فالمرأة الأنثى حاضرة في كل صورها وفي مختلف عناصرها. نعم، طيب هذه التجربة، تجربة وفاء العمراني، يعني كيف وجدت يعني كيف طبيعة الشعر لدى وفاء العمراني؟ كيف يعني ربما تكون هي يعني نموذج
للشاعرة المغربية، كيف وجدت قدرتها في أن تمتلك ناصية الشعر؟ نعم، فقلت بأن تميزت صورها بالتنوع، وقد وهذه الصورة نجدها في معظم الشواعر المغربيات، وهو دليل على ما أنتجته المرأة المغربية في الكتابة النسائية. وتوصلنا إلى أن المرأة المغربية فعلا استطاعت أن تكتب في النقد وتبدع في السرد والشعر، معبرة عن خصوصيتها الجنسية وما يختلجها من هموم ذاتية وجماعية، خير تعبير، فقد عبرت عنها خير تعبير. فقط لو سمحت أستاذي، بالنسبة لي نعم تفضل. تجربتي بماجستير الكتابة النسائية بالمغرب هي تجربة جميلة ومفيدة، فهذا الموضوع في الحقيقة موضوع جديد، وهنا وجب التنويه لمن كان له الفضل باستحداث هذا المسلك والتخصص، وهنا نستحضر كلية الآداب عبد الملك السعدي بتطوان في شخص الأستاذة والدكتورة والأديبة سعاد النصر التي قادت هذا المشروع، وكانت صاحبة الفكرة مع أستاذات فضليات في فرقة الإبداع النسائي. والشيء المهم الذي أو الأهم الذي أريد أن أشير إليه هنا هو التسمية، فهنا وجب أن أتحدث عن سر التسمية ونفرق بين مصطلح النسوي والنسائي. فالماجستير سمي بالكتابة النسائية لا النسوية لأنه يعنى بمنجز المرأة المغربية، وقد كان الحرص شديدا من منسقة هذا المصدر على العناية في اختيار وصف دقيق، فاختارت النسائية بدل النسوية لدرء شبهة الأدلجة. فمصطلح النسوية مصطلح مؤدلج يرتبط بأفكار النسوية الغربية، إذا جاز التعبير. معذرة أستاذ عماد، سنكمل بعد الفاصل، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معه. أهلا بكم من جديد، ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والقاص المغربي عماد فقير. أعود إليك سادة، ما تكون أتحدث عن الأدب النسوي أو الأدب النسائي كما أنت سميته، أو كما هي الجامعة أو المختصون في كلية الآداب أنه اختاروا النسائي بدل النسوي. يعني ما الفرق بين أن تصف هذا الأدب بالنسائي أو بالنسوي؟ يعني النسوة جمع للمرأة والنساء جمع للمرأة، يعني ما الفرق بين 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 هذين الجمعين لغاية معينة حسب ما حضرتك تحدثت أنه هناك أدلجة؟ نعم، مصطلح النسوية هو كما يرى العديد من النقاد والدارسين بأنه مصطلح مرتبط بالفكر النسوي الذي ظهر في الغرب، الذي يقوم على مجموعة من الأفكار تحرر المرأة، ذلك التحرر الذي ربما فيه غلو، لذلك فقد حرصت المنسقة المصدر على تسميته بالكتابة النسائية. جميل. يعني أتحدث عن الجواز، أنت فزت بعدة جوائز على مستوى الشعر ومستوى السرد القصة، يعني فزت بجائزة الشعر في المسابقة التي أقامها اتحاد الكتاب والمثقفين العرب في باريس، يعني بدي أن يعني تطلعنا على هذه المسابقة والقصيدة، ما القصيدة التي يعني شاركت بها وكيف كانت طبيعة المشاركة والتنافس في المسابقة؟ نعم، شاركت في هذه المسابقة بقصيدة بعنوان جاهل الضاد، أتحدث جاهل الضاد
عنوان زاهر قصيدة. الضاد، يعني نعم، أتحدث فيها عن المتطفلين على لغة الضاد وعلى الشعر بصفة خاصة، أولئك الذين يطلقون العنان لألسنتهم لتتحدث بلغة عرجاء. أما فيما يخص طبيعة المشاركة والتنافس، فقد تم الإعلان عن المسابقة في مجموعة من المواقع الإعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدمت للمسابقة. نعم، وشاركت بقصيدة جاهر. جاهر الضال، نعم، نعم. كم عدد المتقدمين لهذه المسابقة؟ والله لا أتذكر بالضبط وفق التقرير الذي أعدته لجنة التحكيم، ربما أزيد من 800 شاعر على لم تخني الذاكرة. نعم، من يشرف على هذا الاتحاد؟ يشرف عليه مجموعة من الأدباء والمفكرين والنقاد في العالم العربي وفي فرنسا أيضا، في أوروبا. فتقدمت للمسابقة بعد أن رأيت الإعلان وأن هناك لجان تحكيم ستقيم النص، وهذا هو الأساس، هو أن نرى مدى جاهزية نصوصنا نعم، جميل. الشعر. أنت قلت شاركت بقصيدة بعنوان جاهل الضاد، يعني نعم العنوان يوحي أن الموضوع فيه دفاع عن اللغة وعن التراث الفكري، يعني كما نعم يبدو لي. نعم، نسمع شيء من القصيدة. نعم نعم نعم، جاهل الضاد، يا شعر صبرا، أتشكو الضر للحجر، والحرف يرجو متى ينجو من الضرر، يا جاهل الضاد والإفراز تحسنه، قوم لسانك صن قولا من الدثر، هذه حروفك تبكي اللحن من أسف، في محفل غاب فيه العلم عن نفري، إني نصحتك فاحذر جرم ما صنعوا، فالنصح زاد الحصيف الثاقب النظر، يا جاحد الضاد قف ذق من جزالته، أمطر خيالك واسق الروح بالصور، واسمع قصيدي إذا صفت عقائقه، وارقص مع الوزن واعزف ظاهر الوتر، سل القوافي إذا الأسماع تلقفها، أبنت سعد بدت أم غرة الدرر، فللحروف وللأشعار أغزلها كأنها نغم خال من الهدر، أرنو إليها وقد زادت محاسنها، وجيد أبياتها تزهو من النظر، ويصبح الحرف في وزن فأنشده لحنا سجيا عذبا خالد الأثر، فاشرب على الحسن كأسا من عذوبتها، فاحرص على العلم واهجر ساكن الوجر. أحسنت أحسنت أحسنت. أيضا حصلت على جائزة أخرى أو المرتبة الأولى في مسابقة إبداع الأدبية بجمهورية مصر العربية، وهي مسابقة شعرية أيضا. بودي أن نطلع على طبيعة هذه المسابقة، وما الجائزة التي فزت بها؟ نعم، بالنسبة للمسابقة، هي مسابقة تقام على مدار السنة، بحيث يتم الإعلان عن 3 فائزين في كل شهر، يسمح لهؤلاء الفائزين في نهاية السنة بالمشاركة في المسابقة النهائية، ليتوج الفائز في الأخير بلقب فارس الشعر العربي. وبالنسبة للجوائز، هي جوائز تقدم عبارة عن شهادات تقديرية للفائزين، بالإضافة إلى بعض الدراسات النقدية للقصائد الفائزة والاستماع لها في مقر الجمعية المنظمة للمسابقة بجمهورية مصر العربية. يعني يطلب منكم بعد الفوز الذهاب إلى القاهرة، إلى مصر يعني؟ نعم، قبل بضع سنوات كانت، ولكن مع تدابير الإجراءات الاحترازية لكورونا تم التركيز فقط على نشرها. نعم،
إذن الفائز بالجائزة يحمل لقب فارس الشعر العربي، هكذا فهمت أنا من نعم. وحضرتك فزت بهذا اللقب. ما القصيدة؟ مرتبطة مع مجموعة من الشعراء. ما القصيدة التي شاركت فيها؟ وهل يشترط بالمناسبة، بدي يعني أريد أن أسأل هذا السؤال، هل يشترط في المسابقة القصيدة العمودية فقط أم قصيدة التفعيلة، أم هناك أيضا حيز لما يسمى قصيدة النثر؟ لا، هناك يفتحون باب المشاركة لكل فئة على حدة، فئة القصة، فئة شعر التفعيلة، وفئة القصيدة العمودية، وفئة قصيدة النثر أيضا في بعض الأحيان. يعني هناك مشاركات القصة، يعني اللقب الذي يحمله الفائز لقب فارس الشعر، فكيف تكون هناك أيضا مسابقة القصة؟ نعم، يعني هم أيضا يقومون يعني يقيمون مسابقات للقصة. نعم، مسابقات في القصة. نعم جميل. ما القصيدة التي شاركت بها في هذه المسابقة؟ قصيدة بعنوان عدنان. عدنان وهو طفل من مدينة طنجة تعرض لحادثة مؤلمة اهتزت لها ساكنة طنجة بل ساكنة المغرب بأكملها، لذلك حاولت أن أكتب قصيدة عن الحدث المؤلم. هم يشترطون مواضيع معينة للقصائد أم الأمر مفتوح عائد إلى الشاعر؟ المواضيع مفتوحة. نعم نعم. إذن نسمع القصيدة ممكن؟ نعم. عدنان، تلك الطفولة ناحت، أين عدنان؟ والقلب في كمد تكويه نيران، حتى البسيطة تشكو ظلم ساكنها، فالناس أغوارها نار وبركان، أحلام أبنائنا يغتالها وقح يلهو بأكبادنا، هل ذاك إنسان أغرى بحيلته طفلا فرافقه والطفل لم يدري أن الذئب سعران، أطيافه خادنت آلام والده تزكي هموم أب والطفل جثمان، أطيافه خادنت آلام والده تزكي هموم أب والطفل جثمان، والأم شاردة فالعين قد فقئت والدمع في خدها، غذته الشان لم تنس طلعته في البيت مبتسما، والآن طوقها باب وحيطان، غابت عن الناس لا ترجو عزاءهم، فالدهر خبرها المرء شيطان، ثقل الأسى هدها فالصبر منعدم، وفقد عدنان لا يخفيه سلوان، خلي لنا أمل فالخير منبعث يدعو لرفعته دين وقرآن. عان الله أهل عدنان وذويه. هناك ميدان آخر في الكتابة أيضا كان لك فوز في بعض المسابقات التي تخصص له، وهو كتابة القصة. أنت فزت بجائزة في مسابقة قصص على الهواء التي تنظمها مجلة العربي وإذاعة مونتي كارلو الدولية، مسابقة القصة القصيرة. كيف كانت طبيعة المشاركة؟ وهل القصص كانت تقرأ على الهواء؟ نعم، بالنسبة للمشاركة تكون بإرسال قصة قصيرة لا تتجاوز 500 كلمة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة، هذه الأخيرة تحيلها على أبرز النقاد لاختيار القصص الفائزة لتذاع بعد ذلك في إذاعة مونتي كارلو الدولية، فتقرأ القصة الأستاذة والإعلامية القديرة غدا خليل بصوتها بحضور أحد النقاد للتعليق ونقد القصة. نعم،
فقط القصص الفائزة تقرأ على الهواء أم كل المشاركات؟ فقط القصص الفائزة تقرأ على الهواء في إذاعة مونتي كارلو ولكن بصوت إعلامية. نعم، يعني أنت فزت أيضا في مسابقة القصة العربية التي نظمتها جمعية مواهب المستقبل بالشراكة مع وزارة الثقافة المغربية. أنت تكتب، يعني تكتب الشعر، تكتب القصيدة العمودية، وتكتب أيضا القصة القصيرة، وكلا الإبداعين يعني نال الفوز بمسابقات، وهذا يعني في أقل تقدير هو تقييم لهذه التجربة، لنجاح هذه التجربة سواء على مستوى الشعر أو مستوى السرد. يعني سؤال الآن، يعني أي الإبداعين سبق الآخر، أو أي الإبداعين تميز على الآخر؟ بالنسبة كانت الأسبقية للشعر وبدايتها كانت عندما كنت طالبا في المرحلة الثانوية، أما الإبداع القصصي أعتبره فسحة للتعبير عن القضايا الاجتماعية في قالب نثري، وأنا أهتم بالشعر أكثر من الإبداع السردي على العموم. نعم، بدي أعود إلى موضوع القصص والفوز بجائزة بالجوائز. أنت يعني كما سبق أنه فزت بجائزة في مسابقة مونتي كارلو التي هي بالشراكة مع مجلة العربي، ما عنوان القصة وما أحداث هذه القصة التي شاركت بها؟ نعم، بالنسبة لعنوان القصة كانت قصة بعنوان ولادة جديدة. هذه القصة التي شاركت بها هي قصة كما قالت الناقدة والكاتبة الكويتية هدى الشوى، تحتفل بدور فعل القراءة والكتب في تغيير مصير الإنسان، وبالأخص شخصية سعيد، شخصية القصة الذي كان يحس بالإنعزال والكآبة. هذا الشخص سيستعيد قوته ورغبته في الحياة بعد قراءته لكتاب في مكتبته بعنوان الحياة تخطيط، لذلك ستتغير حياته ونظرته للحياة كما كان يود في البداية أن ينتحر وأن ينتهي وأن يضع حدا لحياته. نعم، يعني كما قلنا أنه يعني يعني كلا الخطين، خط الشعر وخط السرد، يعني هناك تقييم لهاتين التجربتين، أنه هناك جوائز حصلت عليها، أنه هذا دلالة على أنك يعني تفوقت، ويعني كان ما قدمته من كتابة هو يرقى إلى الإبداع. يعني يعني الشاعر عندما يتمكن من الإبداع في الشعر يعني ينشغل عن بقية أجناس الأدب العربي، ربما لا 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 تغريه الأجناس الأخرى. يعني طالما أنت تكتب القصيدة العمودية وتكتب الشعر ونلت جوائز، فما الغاية أنك أيضا يعني تميل إلى كتابة إلى السرد وكتابة القصة؟ نعم، قد سبق وأن أشرت في قولي بأنها فسحة، فسحة للتعبير عن القضايا الاجتماعية، فبدل الخضوع لسلطة الوزن نحاول من خلال كتابة القصة أن نعبر عن ما يختلج ذواتنا دون قيد. هذا هو الغرض من نعم كتابة القصة. القصة يعني هي نواة، ممكن أن تكون نواة لرواية. هل هناك يعني في المستقبل هناك نية كتابة رواية، طالما أنك أبدعت في كتابة القصة وهو السرد الذي يعني يشمل كثير من فنون الكتابة ومنها الرواية والحكاية أيضا، هل هناك نية أن تكتب الرواية؟ ليست لدي نية في كتابة الرواية، لأن الرواية تحتاج إلى وقت طويل وإلى جهد جهيد، لذلك فأفضل الشعر وسأركز على الشعر. نعم، جميل، يعني دعاء لك بالتوفيق إن شاء الله والإبداع في هذا المجال. أنت لك مشاركات
كثيرة في ملتقيات شعرية وأمسيات أدبية في المغرب. بودي أن أطلع على طبيعة الحراك الثقافي في المغرب، كيف هو، لا سيما في مدينة طنجة التي أنت تقيم فيها الآن. بالنسبة للحراك الثقافي في المغرب، شأنه شأن بقية البلدان العربية الأخرى، حيث عرفت نوعا من الركود بسبب الجائحة في السنة الأخيرة. ولكن على العموم، هناك بعض الشباب يسكنهم حب وهم الثقافة والإبداع والشعر، فتراهم يبذلون كل الجهد لخدمة الثقافة والأدب. وفي مدينة طنجة بالتحديد نجد مثلا مهرجان طنجة الدولي للشعر الذي تنظمه جمعية المدينة للتنمية والثقافة، وكذلك بعض المسابقات التي تنظمها مندوبية الثقافة بطنجة في الشعر والفن التشكيلي وغيرها من الفنون الأدبية الأخرى. هذه مؤسسات رسمية أم مؤسسات خاصة؟ هي مؤسسات عبارة عن جمعيات. نعم، يعني تشرف عليها وزارة الثقافة أم خارج حدود وزارة الثقافة المغربية؟ في بعض الأحيان هناك دعم من وزارة الثقافة. نعم. يعني طبيعة المشاركات للمغاربة، يعني طبيعة مساحة المشاركة، يعني كيف الإقبال على هكذا مسابقات، كيف تراها، وهل لك مشاركة فيها؟ بالنسبة لهذه المشاركات، في البداية نخصص جزء للمسابقة، مسابقة. لا عفوا، انا اتحدث عن النشاط، عن المهرجانات. يعني اكيد هو في طابعها حتما تاخذ يعني ميدان المسابقات، لكن اتحدث بشكل عام عن المهرجانات، عن النشاطات الثقافيه. يعني ربما انا ذكرت المسابقات سهوا، لكن اتحدث عن النشاط بشكل عام، النشاط الثقافي، يعني سواء على مستوى الشعر او مستوى السرد. نعم، بالنسبة للنشاط الثقافي في المغرب، وربما في المغرب بأكمله، نرى بأن هناك بعض الجمعيات أو الجهات، قد تكون جهات إعلامية أو غيرها، تحاول أن تسيطر في هذا المجال وتضع يدها على مجال الإبداع، فتكون الدعوة محصورة على البعض محسوبين على جمعياتهم أو الانتماءات التي ينتمون إليها. نعم، يعني أنت بحكم أنك تعمل مدرس اللغة العربية، يعني هذه الحصة تأخذ جانبا كبير من الشعر. بودي أيضا أن نطلع على جانب مهم أو تفسير من خلالك كمختص في اللغة العربية ومختص كشاعر، أن هناك يعني ميول كبير لدى الشباب العربي الآن إلى كتابة القصيدة العمودية. أنت تعرف حضرتك أنه إلى عقود قريبة هناك يعني هناك حرب أو هناك يعني هجوم مورس ضد هذه القصيدة، ضد التراث العربي. ما تفسير حب الشباب العربي الآن ممن يكتبون الشعر إلى كتابة القصيدة العمودية بكل صعوباتها؟ ربما ستكون الإجابة بالعكس. فحينما نقول بأن القارئ العربي لم يعد يقرأ الشعر، فهذا ربما راجع للنصوص التي راكمت التجربات الشعرية مؤخرا، في سواء في المغرب أو في البلدان العربية. فهناك نصوص لا يمكن أن نعتبرها أيضا حتى قصيدة نثر، لذلك بمجرد ما أن تقرأها على القارئ أو المتلقي فينصرف عن الشعر. ولكن هناك صحوة في السنوات الأخيرة، نلاحظ بأن هناك صحوة، حيث يعمد مجموعة من
الشباب على كتابة القصيدة العمودية كما قلت، على الرغم صعوباتها، فهما يختارون هذا الشكل لكي يعيدوا للنص قوته وجزالته. إذن هو بداية كرد فعل إيجابي من قبل الشباب أو الأدباء المهتمين في هذا المجال، وعلى ما يطرح من أدب أو من نصوص شعرية رديئة في المشهد الثقافي. وجانب آخر أنا أرى أنه ما عادت تغري الذائقة العربية، خاصة المتلقي. حضرتك قلت نأخذ الأمر بالعكس، أنه القارئ ما عاد يعني أصبح ينصرف عما يطرح من شعر رديء في المشهد الثقافي. إذن هو رد فعل كبداية على ما يطرح من شعر رديء، وهناك ميول على إحياء، أو أنها ما عادت الذائقة العربية تغرى بما يقدم، ما يسمى بقصيدة النثر أو يعني بعض الأدب الرديء. بودي أن يعني قبل أن نختم، يعني أن نسمع منك قصيدة. نعم، سأختار لكم قصيدة دوائر الدهر. نعم. هو الدهر قد طافت علي دوائر يحاصرني، والحادثات تناصر، فأحيا هنا أخفي لهيب مواجعي، وأوراق صبري أضمرتها دفاتر. أيا عاذلي رفقا بقلب تركته ينوح ويبكي حين فاضت مشاعره، تراه وذيل الغم يلزم ظله يئن، ودمع الشوق في الليل زائر، فيشكو الكرى عينا مسهدة رنت لماض قصي داعبته خواطره، فلا الدمع يوري ما حكته ملامحه، ولا الدهر يبدي ما توته ذخائره، فما ضاق قلبي من ملامك عادلي، فقصدي دنو من فؤاد أجاوره، فما كل بعد للورى هو نافع، ولا كل قرب زينته مظاهره، ولا العين قد كفت مدامعها يد، ودمع الدياجي أضمرته ستائره، فهل ينكر القلب الكليم متيما بأشجان شوق قد ترنم مشاعره؟ هي النفس قد ذاقت مرارة أمسها، وحاضرها شيب كسته عمائره، أنا تائه في دجنة الليل سابح أعاين نورا ألهمتني بشائره، تغيرت الأقدار والله قادر على صرف دهر مزقتني أظافره، فهذه القوافي في القصيدة قد شدت بحرف يعز الشعر والكل ذاكره. أحسنت أحسنت، سعدنا بهذا الحوار الممتع والتطواف في آفاق الشعر واللغة. شكرا لك الشاعر والقاص المغربي عماد فقير. شكرا لكم على هذه الاستضافة، شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء إن شاء الله. شكرا شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.